عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وحير النبي صلى الله عليه وسلم وحليسي شن شنتاسو لم يعطهن أن لسين أحد قبلي عدقه الرئيسي أن لسين. وخصائصي نصرت بالرعب مسيرة شهر وحليقه لي يوليق قرقاري بالرعب عبس عدو غيق لقلي أيا ليقو نصري مسيرة شهر مسافو بلا صعدو عدو غيق أي كسي بقان أي كسي بيضدان. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحليق يالي أرلضا مسجدا ميل لقوتكدو أيا ليق يالي أرلضو دان مسجد بالليق ديقى وطهورا وحلق طهارة قاتال ليق ديقى. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ننكست أمد إذا كمدا وأدركته الصلاة صلاة أيها ليشاء فليصلها تكدو. خصوص كننا لقو قاريالي ما يوحى اللوج إذا شخص كست أي صلاة صوها ليشو وجوبك صلاة فولو حلق صلاة يمادو هتكدو بيها هاي الصاميان وهاي الصن. وأحلت لي المغانم وحلت لي وحلي حلالي المغانم غنيموين كان لي حلالي ولم تحل لأحد قبلي غنيموين كو حلال وما ينقن أحد يقهر ريي حلال وما ينقن ولم تحل ولم تحل أيام بدو البل الضبطي هذا ترى هذا ولم تحل وحين نقن إيسا حلال وما ينقن عيد يقهر ريي حلال وما ينقن ولم تحل وحين نقن إيسا لوم حلالين عيد يقهر ريي معنى هو ستقية. وأعطيت الشفاعة وحليسي أي شفاعة بليسي والشفاعة العظمى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وحانشر النبي يدي هورا كمدي قول دي سوكليا مدقار نما الله وصدره أي أهانشر. وبعثت إلى الناس عامة وحلي صدر إدت كوردن أي الله صدر نصف قروحي قريا كافة لكم وبمعنى صحيح هذا سوى حيقول سقنطها هي نسخة محققة عندها لتحقيقية يبا عامة هي قصرت هوستو حكو الشيخ يا بسام وبعثت إلى الناس كافة بخاري باللفظ قال سوري مسلم لما سوري حديث كو حكو الرمى يا فضائش رسولك صلى الله عليه وسلم يا خصائص النبي قال السي نبي خصائص بدن بال السي خصائص دي وحكم إذا حديث كو الشيخ يا وحن النبي صلى الله عليه وسلم وحليقه لي عدو غيقا بقدين إي عبس لقليوه ومصافة بالله صعود أي كسي بقان مرلباتك وحلي سيئي أرلاد أردن إلا يقرد غي مسجد ميل لقوتو كدو إيا وحلقو طهارقاتو أصالة أرلادو أصلاهان ومسجد يطهور وحعارد هدا يديدان عارد كم من عييبا ديدي وإلا أصالة وحي أهيد مسجد يطهور وعيد هدي النجاس سودو تلقوا ما طهارة قادنا لكن النجاسة هو عارضة الرضا ما شو هدي النغطة مال حبالة أم مقبرة أي النغطة تلقوا ما تكنيو لكن مقبرة إن النغطة حبالة النغطة وشي عارضة على كل حال سكلا وحلو رنكرا عمومك وإن أرلادو دمان تين مسجد تهاي لكن وحيد دليل كريبه ولغا خاسيه ليا او ولغا ريبي روح كستو مسلمه ومال كستو صلاه اي كسو هليشو فعنده طهور هو مسجده اكتي سو حكو سغن و حكو طهاره قادني يمشو كتكني امدي هوره ميلها عباده لو خاسيه لي كليا اي كتكن جيرين ان ارلده ميل ولبا كتكن جيرين ما جيرين خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم للسيه تاسنا كمل وحلي حلال يا النبي صلى الله عليه وسلم غنيموينك فركه قالده لغا فرته بالي حلالي امدي هره لو ما حلالين ومحل سمين جري وحل سمين جري مركا قالده لغا غوليستو خوله لغا فرته غنيموينك دنبا لا اورورين جري ضمان انت لا سو ود حريره يو ميل لا سو كينو ايا هدي غنيمتي ان وحب كم مقنين ولا اقبلي طبع عركة كسو دق جري دفكا ساعون جري واتي النبي هذا إلهي كمدي وشي هذا مركاسا غنيمتي أوروريي غنيمتي مركو ميلكو سا أوروريي فركي قال هذا لغا فرطي
ayaa dabki soo degay, dabkiiba cuni waayey. Nabigii baa wuxuu ku yidhi fiikum quluul, ghanimada waxa ka dhabbiseen baa jirto ka siibteen, ekeena waxa ka siibteen. Soo u soo saaro ayuu wuxuu yidhi qolo kasta hal nin hayla baayactamo oo gacanta ay dhiibo. Cid alla ciddii la socotay qolo kastoo ka mid ah nin idin ka mid gacanta ay dhiibo. Raggii gacanta u dhiibay mid ka mid ah ayaa gacantiisii waxay ku dhegtay gacantii nebiga. Markaasaa wuxuu yidhi fiikum quluul, waxalla waxa ila socda ee qoladaada ah dhammaan shaksi shaksi gacanta igu dhiiba. Kulligiin tacalka kuwaana laga bilaaba. Ninkay ku dhegtaalay adahaya quluulkii soo saar. Markaasuu soo saaray. Markuu soo saaray lagu daray dabkiibaa dabeedna markaa cunay. Markaa qaniimada waxba lagama cuni jirin. Oo xalaal uma ahayn ummadii hore ummatu Muxammad ayaa bifadli nebiyaha loogu xalaaliyey. Nebi Muxammad iyo ummadiisa ayaa loo xalaaliyey, fadliga nebigaana loogu xalaaliyey. Arsaaqda ilaahay nebi Muxammad ku arsaaqaa bay ka mid tahay ghanimooyinka iyo fayga uu xalaaliyey. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. واتو النبي قول صلى الله عليه وسلم وحل السيئبا النبي قول صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى شفاعة وين شهب بضني الشفاعة وحلوت شهداء قارهان شفاعة العظمى شفاعة وين كالو النبي قال السيئي واتشران وقار كودا خصائصيهين لكن تأغسي بردان دير أغسي وين شهب بضن أيا وحيت يا شفاعة العظمى وأنا المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا شفاعينك كلا النبي قال السيئي وحكم إذا أهل الكبائر كأنه شفاعة قاضي أوح النبي قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعة ضيد وحي أسقناتي عد أهل الكبائر كأمت ضيد كم إذا أيا أسقناتي حديث كأبو داود يترمذي أي سوريا غير كود طرق دي سقار كودنا والصحيح وكل النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وحر النبي كاستوحى الصنادي دعوة مستجابة ويقين أي تهي إلا أقبلي نبي كاستوحى الدعاء سوى ددتشستي وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة دعوة ديدي أنقوا كيت صدي أو حانو دبنكتي شفع قاد أمضى إذا أنو شفع قاضي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا وحي قاري ساعدي أن إلهي أشريك يال التوحيد كل ما تي أي شفع ذا سيقاريس وكان النبي بعصر إلى قومه خاصة نبي كستوحها قول دي سمد قارنم الله قصدره لكن أنا قدت كردن بالله صدر النبي صلى الله عليه وسلم رواية كان وحق صار طيب وبعثت إلى كل أحمر وأسود الله صدر يمتك استعص يمتك استمدو يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعام قدت كردن والله صدر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل يا خصائص بذنب النبي قال السي علماء قار كودنا خصائص دا كتبا بيك ألفين خصائص الرسول قار كلاي قرآن صحيح وخصائص الرسول أمور فرب بذنب يسوأر وريين لكن أشياء ذا وحي صحيح بلغ قادنيا وحي سنة كذو ضعيف فيها إلا قام قادنيا نبي قنا فضائل خصائص بذنب لسي تذكى قاركود يقدون أي النبي قدين يا أمانان أي أوح لغا يابا خصائص آن سقنين دين خصائص وقردقا سيدا قاركود يلاهدين النبي صلى الله عليه وسلم هرم لهين وقرحنا مركو أصبحوا وحرم ميلين شرين خصائص سقا وقارا يهيد كلها مركزا وحي لهدين هر هدو يالان لهد هر كي ساعد يسكو تاقي لهي سان تاسو دعين بان هر بلوغو يالين دوا الصورة قل اه وإلهي وحوال بواء ودا الصورة قل اه دليل لكن كنت الصين يمحو يهي إنا نوحد لهان كريم ملا عد تيري مركا تاسي مقشا او داد النظم السي قرح دو الدهر تشوكتو قريو كعضايق روح دي النبي جينا يا قياس كرايا يعني وحوهي على كل حال نبي صلى الله عليه وسلم وحوها بشر كان بشرا من البشر سيدا حديثك بكو ساروت بشر بشر ككمدا وبني آدم ككمدا أها وحكستو الدليل كدوية أن لحينين إنو بشر ككدوانا وحلورنا يا بشر ككلمدا وحي الدليل كدوة ولا كدوية وحان دليل كدوين كان بشرا من البشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر
عن قرنا يا مقال ذا وداد بري خطبض لك عاوح يري وارد انت إلهي ونحرستين نبي صلى الله عليه وسلم بشر ما أهين نبي ما أهين بشر أوحى كل بشري كتبها قار كود وبعض المتصوفة يقرأ وحيليه نبي صلى الله عليه وسلم وحلق أبور النور نور بالق أبور النور اللي لقى أبور دليل في سبحوا يهي حديث موضوع قار وحيسو أروريين وحو إلهي أبور وحوقه الرئي النور كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجابر با ويديا إله دينو النبي كيري وحو إلهي أبور محوقه الرئي نور نبيك يا جابر وموضوع وبين أبور وحن نبي يريم معها بين أبور وي علماء المحدثين ترى وعضي جلال الدين السيوطي وحو الشيء يا حديث كاسينو باطل يهي أي شيء كتبت معتمد كالسنة كمية له هذا صحيح يضطه هذا سنة نضطه هذا مسند كإمام أحمد تهي كتبته وين اللمتك وحلون سبي مصنف كعبد الرزاق إساقنا مركي لقباري ولا قوايا ليلة مركا وحسوغا معها هذا الحديث لا أصل له وحصل مريم سأل الله يا النبي صلى الله عليه وسلم بشر معها يضو إله القرآن ككويل يقول إنما أنا بشر حتكت له هذا وحان أهي أقرى بشر وحدعي كاري لهاي سيدا وداد كاسبة ويركل بشر بو أهاي بشر ما أهاي إن سأل لي له هذا سورو بكاري لهاي لكن يد اللفتيدة وحديدة يا الله كينا أم حيا مثلكم مر هدي اللي يري إنما أنا بشر مثلكم إن لي له هذا بشر ما أهاي بشر كوا شبه يو ويكا توحين نقنيسا باطل بنغنيس مد باطل أه وأن صح أهي بنغنيس مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضائل أن سجنين يا مناقب أن سجنين إن وحوي مناقب يا فضائل لو قد وما بهنا فضائل شيء مناقب السجن أي كفلا حاجر ومقبه وحيالها مركا دتك قاركود أي شيء جيان أي مركا تلماميان أي ليهين فضائل شيء سكيت وكيت كم